السلام عليكم صف الرابع، هيا نقرأ الفقرة. مرحبا أصدقائي، سوف أقدم لكم اليوم طريقة تحضير البيتزا. أولا اغسل الخضروات جيدا، ثانيا قطع الطماطم والبصل والفلفل الأخضر والزيتون إلى قطع صغيرة. ثالثا ضع الدقيق مع الزيت والماء في وعاء كبير. رابعا ضع القليل من الملح ثم امزج جيدا لمدة 10 دقائق. خامسا ضع الخضروات مع قطع الدجاج أو اللحم أو النقانق والجبن اللذيذ فوق البيتزا. سادسا ضع البيتزا في الفرن لمدة 1/2 ساعة. أخيرا قسم البيتزا إلى قطع وضعها في أطباق، وبالهناء والشفاء. Listen to this recording and try to record by yourself and send on CISO please. Don't forget we have spelling. إملاء. طريقة. اغسل. تحضير. قطع. See you next week إن شاء الله. Stay safe. مع السلامة.